تعمل العديد من الجهات الثقافية والفنية على المستوى المحلي والعالمي على التعايش مع أزمة كورونا من خلال نقل الفعاليات من المسارح والمعارض والمراكز الثقافية إلى الإنترنت ليكون لديهم مساحة واسعة في التعامل مع المتغيرات الحالية وبما يعمل على تعزيز جهودهم واستثمار أوقاتهم. في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، عملت العديد من الجهات الثقافية والفنية على تعليق فعالياتها من خلال نقلها من الواقع التقليدي إلى العالم الافتراضي. مجموعة من الشباب اتخذت الإنترنت قاعدة مستحدثة لعرض ما في جعبتها من مهارات وقدرات فنية كالقائمين على منصة آرت ميجو، حيث تمكنوا خلال فترة الحظر التي فرضتها أزمة كورونا من إنجاز 11 ورشة عمل مع 14 فناناً. خلال فترة الحجر عملنا إشي اسمه حجر فني، واللي هو اشتغلنا على فعاليات وورشات عمل فنية على الإنستغرام وعلى السوشيال ميديا مع فنانين محليين ومقيمين بالأردن أو بمحلات تانية. بما أنه الإنترنت بتشبكنا مع بعض قدرنا أنه نوصل ورشات عمل فنية ومعلومات فنية. هذا الأمر لم ينطبق على منصة آرت ميجو بل على العديد من الجهات الثقافية والفنية، حيث وجدت سبلا سهلة في التعامل مع الواقع الذي فرضته أزمة كورونا من خلال تعاونها مع فنانين من مختلف دول العالم وغيرها الكثير من الأمور لتبادل الخبرات فيما بينهم. قدرنا نشتغل مع بعض انه نجمع كل الفنانين ونعطي workshops online، فاستفدنا منه انه كانت تبادل تجارب من خلال الحجر الفني اللي كنا قاعدين فيه. ممكن نتبادل معلومات من غير ما نضطر نطلع مكان وهيك، وبطريقة أسهل وأسرع. أفضل إشي بأنه العالم دخل على العالم الافتراضي أو العالم الإلكتروني هو أنه صار كتير أسهل بالنسبة للناس يتعرفوا على بعض ويتشاركوا، فهذا رح عم ببني، إحنا عم نبني هلأ حجر أساس لكولابوريشنز بالمستقبل. إذن تطورات متسارعة تعمل على تعافي الجهود الشبابية في سبيل تعزيز المحتوى الثقافي وتسهيل وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، ليعمل الشباب على إنجاز أشكال مختلفة من عقد ورش عمل وجلسات حوارية ثقافية وأخرى فنية، لكن هذه المرة عبر الإنترنت. ظروف استثنائية فرضتها كورونا أدت إلى تأجيل الفعاليات إلى أجل غير مسمى، لكن الشباب الطموح في المجال الثقافي والفني يعملون على تعزيز هذه المجالات لكن بأسلوب مختلف لضمان ديمومة هذه الأنشطة مع استغلال ما هو متاح حاليا بتجدد وشغف. أيمن لحمود، المملكة، عمان. إذن معنا هنا في الاستوديو أمين عام وزارة الثقافة الأستاذ هزاع البراري. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة، الله يعافيك. يعني فعليا خلال أزمة كورونا عدد كبير من الأشخاص قام بتدشين حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر بعض المنصات لمتابعة الفعاليات الثقافية والفنية. برأيك كم هذا مهم لاستمرار الحركة الثقافية؟ صباح الخير مرة أخرى. حقيقة أنه استطاعت مكونات الثقافية أن تأخذ شكلا آخر خلال جائحة كورونا. أثبتت هذه المكونات أنها قادرة أن تتعامل مع الحالة وأن تتكيف وأن تطور من أدواتها في التواصل مع المتلقي. ولاحظنا أنه تم عكس الحالة، أنك إن لم تستطع الذهاب إلى الثقافة فإن الثقافة تستطيع أن تأتي إليك، وهذا تطلب عدة أشياء، منها العمل على تغيير بعض آليات تقديم شكل الثقافة، شكل المحتوى، والتقنية اللي مقدمة فيه. بمعنى أن الشاعر كان يعتاد أن يقدم لجمهور بشكل مباشر، المحاضر كان يتعامل مع جمهور بشكل مباشر، لكن هذه التقنية تحولت إلى تقنية احنا نسميها الثقافة من قرب وليس عن قرب. من قرب بمعنى آخر أن الثقافة أصبحت قريبة جدا إليك، بين يديك، داخل بيتك، مش مضطر أنك تركب سيارتك وتصلك في أي مكان، في أي مكان. وهذا أيضا تطلب على المتلقي أن يطور من أدوات التلقي. اختلفت أدوات التلقي أيضا كما اختلفت أدوات الإرسال، لأن المتلقي أيضا كان يذهب إلى القاعة يستمع، يحتك مع الناس، مع المحيط، مع المحاضر، مع الفعل المسرحي الموسيقي بشكل مباشر. الآن هو بده يحتك مع كل هذه المكونات من خلال التقنيات. كل عملية الاتصال اختلفت. لو حكينا عن التفاعل، برأيك هذا سوف يؤدي إلى زيادة التفاعل ولا راح يقلل التفاعل؟ والمفاجئ عمل زيادة بشكل
مذهل وكبير جدا. أضرب لك مثال، إحنا كوزارة الثقافة عندما عملنا مسابقة موهبتي من بيتي، التقديرات الأولى أنه يعني إحنا كنا نتجاوز 1000-2000 مشاركة على مدى مثلا شهر من المشاركات. تفاجأنا أن مشاركات قاربت على 100,000 مشاركة، أن حجم الدخول إلى الموقع المشاركة زاد على 28 مليون شخص دخلوا على موقع المسابقة. هذه المؤشرات أعطت أننا استطعنا أن نصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس بهذه الأدوات، بعكس الأدوات الكلاسيكية العادية اللي كنا نسمح لي أسأل هون، هذا مش برضو ممكن يظهر لنا بأنه كان في عندنا مشكلة في الأدوات السابقة؟ أكيد، يعني هو خلينا دائما إحنا انتقال من شكل راسخ عبر سنوات طويلة إلى شكل بالتواصل الجديد يحتاج إلى وقت، وأحيانا يحتاج إلى محفزات. ربما من الميزات الإيجابية لجائحة كورونا أن أدوات التواصل الجديدة، التواصل الاجتماعي والتقنيات الجديدة قطعت مسافة ربما تحتاج إلى 20 عام حتى تقطع هذه المسافة اللي تم قطعها في 2 أو 3 أشهر، من حيث القفزة ليس فقط عند مقدم الخدمة بل أيضا عند متلقي الخدمة، لأن متلقي الخدمة أيضا طور من أدواته في الحصول على الخدمة من خلال استخدام الأدوات. كثير من الناس لم يكن يستخدم مثلا زوم كمواطنين عاديين، اضطر أن يستخدم كثير من التقنيات التي كان هو مش بحتاج لها، لأنه كان يرى أن الخدمة الكلاسيكية توفر هذا البديل. ثم اكتشف فيما بعد أن هذا البديل أقل كلفة عليه، يوفر وقت مذهل جدا، لأنك أنت لو بدك تروح تحضر أمسية بدك تلبس وتطلع بسيارتك ودك ساعتين على في أزمة عمان يعني حتى توصل، تكاليف البنزين إلى آخره. لكن توفير هذا، التوفير الوقت بشكل كبير جدا، توفير الكلفة المالية على تلقي الثقافة أصبحت تقريبا صفر الكلفة المالية. هذا عمل نقلة، أنه توسعت قاعدة متلقي الثقافة، لم تعد الثقافة نخبوية ومحصورة على عدد من النخبة، أو حتى نقول بطريقة أخرى أصبحت هذه النخبة قاعدتها واسعة وكبيرة جدا، وهذا ما نهدف إليه. طيب هون اسمح لي بسؤال أخير، دوركم في الوزارة للعمل على هذه المكتسبات مستقبلا لتطوير عملية التواصل مع بين المتلقين والمثقفين والفنانين. أعتقد أنه الآن من الصعب نتراجع عما وصلنا إليه، ومن الصعب أن نتخلى عن هذه الأدوات التي سهلت علينا الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس. لا يمكن أن نخسر هذا المكتسب، لذلك إحنا مثلا عملنا عدة منصات، هذه المنصات لها صفة الديمومة والتطور بشكل كبير جدا. منها منصة الكتبة اللي هي توفر كتب مجانا، وهي معمولة بطريقة أنك تتصفح الكتاب وكأنه بين يديك. أيضا عملنا إحنا عندنا منصة شغفي اللي هي تقدم دروس في الموسيقى والفنون والرسم والصناعات الثقافية جميعها مجانا، الناس تتدرب بشكل مجاني. لو بدك تسجل ابنك في مركز تدريب موسيقى بدك تدفع كلفة عالية بالإضافة للمواصلات والنقل، هو يتدرب في البيت بأحدث التقنيات وأمهر الأساتذة. لدينا عدد من الأفكار التي تتعلق ببرنامج الثقافة من قرب من خلال المحافظات، احنا نبث ندوات أمسيات شعرية، أمسيات موسيقية من خلال هذه المنصات. أيضا العديد من مهرجاناتنا مثل مهرجانات المسرح، حتى مهرجان جرش الآن في الدراسة أن يكون أونلاين. يعني هاي المكتسبات نحن نذهب فيها إلى الأمام حتى إلى ما بعد جائحة كورونا، يعني حتى لو إن شاء الله قريبا إن شاء الله. فراح يكون مثلا مثل مهرجان جرش راح يكون بالخطين، الخط المباشر حضور الجمهور والخط الإلكتروني. نعم، أنا بدي أشكرك جدا على كل هاي الإيضاحات الصباحية، أمين عام وزارة الثقافة الزاعة البراري، يسعد صباحك. شكرا جزيلا لك.